نعرفها جميعا لأنها بيننا في الصفوف، وهي دكتورة ثريا أبو مهدي، والتي ستلقي علينا محاضرة بعنوان عجمية الموريسكيين لغة وهوية. وقد حصلت الدكتورة ثريا على دكتوراه الدولة في الإسبانية والعربية عن دراسة للمخطوط 57 من المكتبة الإسبانية سيسك، ونالت فيها مرتبة الشرف الأولى بالإجماع مع التوصية بالطبع. ونشرت رسالة الدكتوراه في سرقسطة بالمؤسسة العلمية لفرناندو الكاثوليكي عام 2012. وكان تمهيدي الدكتوراه الخاص بها في الآداب الإسبانية من جامعة مونبلييه بفرنسا عن رسالة حول الموريسكيين، كما قامت بدراسة أخرى في اللغة والآداب العربية والإسلاميات من جامعة لا سوربون بباريس عن رسالة حول العجمية. حصلت الدكتورة ثريا كذلك على ماجستير في اللغة والآداب الإسبانية من جامعة محمد الخامس بالرباط عن رسالتها حول المخطوطات العجمية، وكذا رسالة أخرى من جامعة لا سوربون بباريس في اللغة والآداب العربية. وقدمت كذلك رسالة ثالثة للماجستير في التجارة الخارجية MBA في المدرسة العليا للتجارة في تولوز عن رسالة حول تسويق الحاسوب في المغرب العربي. ولأول مرة في البحوث العلمية عملت الدكتورة ثريا على دراسة أدبية سردية للمخطوط مع ترجمته، كما نشرت عددا من المقالات حول العجمية وآدابها ومخطوطاتها. خبرتها في التدريس تبلغ 33 سنة في التعليم العالي في اللغة والآداب والتاريخ الإسباني والعربي والفرنسي بجامعة تولوز بفرنسا، منها 18 عاما في فرنسا لتعليم التداخل الثقافي والتسويق والتجارة، و18 عاما آخر في إسبانيا لتعليم الأطر العليا للثقافة واللغة العربية. وهي تدرس الآن في جامعة ستانفورد منذ عام 2012. فلنرحب جميعا بالدكتورة ثريا أبو مهدي. صديقي وزميلي أستاذ إيهاب الذي أشكره على المجهود الذي بذله معي في تحضير هذه الشرائح الجميلة التي ستصاحب هذا العرض إن شاء الله. وأشكر كذلك زميلي مزوار الذي ساعدني في تقنيا كذلك في كتابة هذه، لأنني لا أكتب بسرعة بالعربية. فأنا جد مسرورة اليوم لألقي عليكم هذا العرض الذي يتناول كما قلت لكم في الملخص. اليوم سنخرج عن إطار اللغة وعن إطار السياسة والعنف والحروب والنحو والقواعد وإلى آخره، بحول الله سأسافر بكم إلى القرن نهاية القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لنتعرف جميعا عن أقلية الموريسكيين والتي تركت في التاريخ العربي والإسلامي والإسباني آثارا تشهد بها يعني جميع الحضارات وجميع الدول اليوم. إذا خطة العرض ستكون على التالي: بعد لمحة تاريخية مبسطة سوف أكلمكم عن هوية الموريسكيين، عن هذه اللغة، عن آدابها وعن مولدها وآدابها كذلك، وكيف تنقلت، كيف كان الموريسكيون يعني يبلغون هذه اللغة التي أصبحت
لغتهم بعدما يعني عانوا من الحظر ومن الممنوعات اللي كانت تفرض عليهم، من بينها عدم التكلم باللغة العربية. سنتطرق يعني طرق الدراسة تبدأ بالأبجدية العربية، وأنتم تعرفون يعني قوة الحروف العربية في الثقافة العربية وفي أدابها، ثم كيف كانوا يلقنون النحو وهو مهم جدا كما تعرفون، والمعاجم وهذه مهمة جدا، لأن كما تعرفون المعاجم لا بد في جميع الترجمات، لأنهم كانوا يترجمون ما تبقى من الكتب ومن النصوص العربية إلى العجمية حتى يعني يحاولون إنقاذ ما تبقى من ثقافتهم الضائعة. وكانوا كذلك يستعملون الترجمات بين السطور، حيث كانوا يكتبون من النصوص العربية المنقولة من الكتب العربية بالعربية كما سوف نرى فيما بعد، ومن تحتها ترجمات باللغة العجمية. وبعد ذلك إن شاء الله سنختم هذا العرض. إذن قبل أن أبدأ هذا العرض أريد أن أعرفكم بالعجمية. لقد عرفت أن زملائي يعني اشتغلوا على الملخص الذي كان بين أيديكم وشرحوا لكم، وأنا أشكرهم بالغ الشكر. يا طلاب الأعزاء، لو رأيتم هذه الصفحة من هذا المخطوط سوف ترون يعني كتابة بالعربية، مثلا هنا لام بضمة، شين بسكون، شين أليف إلى آخره، ولكن لو استطعتم قراءتها سوف لا تفهمون أي كلمة. فهذه هي العجمية. لماذا؟ لأنها هي اللغة الرومانسية. تعرفون الرومانسية وهي يعني جدر من العامية اللاتينية كما تعرفون، وهي يعني تحتوي كذلك على بعض العبارات العربية كما ترون هنا، الله عز وجل، حيث إن المورسكيين كانوا يحتفظون بالكلمات العربية التي لها صلة بالدين وبشرائع الدين. وكذلك هنا لو تفحصتم هنا تتطرقون العفريت، وهناك كلمات إلى آخره، وسوف أتطرق إلى هذا يعني بتفصيل في عرضي. إذن هي العجمية، هي اللغة الرومانسية الممزوجة ببعض المصطلحات العربية والمكتوبة بالأبجدية العربية أو باللاتينية أو حتى بالعبرية، لأن اليهود قبل المورسكيين عرفوا نفس الطريق وعرفوا نفس التاريخ، ولكن بحوالي القرن قبل المورسكيين، وكانوا كذلك يكتبون ويحتفظون بثقافتهم وبلغتهم، لأنهم كانوا كذلك لا يتكلمون إلا الرومانية، وكانوا يدونونها بالخط العبري. الكلمة الثانية المهمة في هذا العرض هو الموريسكيون. فمن هم الموريسكيون؟ إذن الموريسكيون هي كلمة مشتقة من المصطلح الإسباني مورو. مورو يعني من سكان موريتانيا أو إفريقيا في ذلك الوقت. كما تعرفون لم نكن نعرف خريطة المغرب والجزائر وتونس والمغرب العربي، كانت تسمى موريتانيا، يعني مورو أو كل من يعني لونه جلدي أسمر مثلي أو أسمر مني. وهذا الكلمة مورو نزيد عليها ضمير تحقيري إسكو، وهناك يعني الطلاب الذين قرأوا الإسبانية كل تصغير إسكو مورو موريسكو، وهو يعني ضمير للتصغير التحقيري، وهو الذي اللقب الذي أطلق على آخر مسلمي إسبانيا بعد
التنصير الإجباري، يعني 9 سنوات بعد سقوط غرناطة في يد الملكة الكاثوليكية. ليس التاريخ الموريسكي حدثا عابرا في تاريخ الإنسانية، وليس ظلما فادحا ارتكب في حق مكون من المجتمع الأندلسي فقط، بل إنه كثير من ذلك بكثير. إنه جريمة إنسانية في حق شعب تميز بهويته وأثر وجوده في الأندلس مدة لا تقل عن 8 قرون. لقد كانت جذور الموريسكيين هناك في الأندلس راسخة، واستطاع هذا الشعب من خلال عبقريته وخبرته وفنونه أن يشكل مجتمعاً وحضارة وثقافة بارزة تعد إنجازاتها اليوم من بين ابتكارات الإنسانية العظيمة، خاصة في إسبانيا المسلمة في ذلك الوقت. هل من المقبول أن نرى تاريخ الأندلس المغربي مهمشاً ومهملاً من قبل المؤرخين والباحثين العرب، في حين تتزايد الاهتمامات من قبل باحثين ومؤرخين آخرين إسبان وغير إسباني، من الذين يشتغلون بالتاريخ بهذا التاريخ والذين يجعلونه في قمة خططهم العلمية؟ ألا يمكن أن نفسر هذه اللامبالاة الشديدة بالخيانة والجحود؟ ألا يتحمل المجتمع العربي الإسلامي بأجمعه مسؤولية ثقافة كبيرة لتخليه عن جزء مهم من ذاكرته التي لا تزال ممتدة في الحاضر؟ ألا يخجل العالم الإسلامي من المنجز اليهودي الذي فتح متاحف لا في إسبانيا ولكن في أرجاء العالم، منتزعا الحق في الجنسية الإسبانية التي أعطيت لهم منذ سنة، ومنتزعا كذلك وحاصلا على اعتذار البابا وعلى الدولة الإسبانية من التشتيت الذي عرفه اليهود في سنة 1492؟ نمر الآن إلى اللمحة التاريخية المبسطة. في سنة 711 ميلادية هزم جيش من المسلمين المغاربة بقيادة البربري طارق ابن زياد، مصحوبا بأقل من 5000 فارس عربي، جيش الخوط البيض الذين كانوا يسيطرون في ذلك الحين على الأراضي الإيبيرية. نعم، نلاحظ في هذه الخريطة، يعني من 711 إلى 723 وصلت جيوش البربر إلى هذه المناطق، ولقد استغنوا ولم يستطيعوا الاستيلاء على هذه المنطقة، منطقة أستورياس في شمال إسبانيا، وذلك لأنها منطقة جبلية بجبال كوبادونغا، وهي جبال يعني لا ما أتاحت للبربر، لجيوش البربر التي لم تكن متعودة على هذه الجبال وعلى هذا المناخ الدخول. إنما كان هذا خطأ سياسيا فاضعا وفي الخطة الاستراتيجية. لماذا؟ لأنه من هذه المنطقة الشمالية، ستعرف يعني هذه المنطقة مولد الحكومة الكاثوليكية رويدا، والتي ستؤدي إلى الاسترداد وإلى تحطيم الأندلس وللأسف. هنا تتم الإشارة لأن العرب لم يتوقفوا على إسبانيا، بل تابعوا مسيرتهم الافتتاحية في فرنسا، وقد هزموا في بواتيه، في مدينة بواتيه بفرنسا في سنة 732، بل وعندنا مخطوطات يعني تدل على أنهم وصلوا إلى جنوب ما نسميه الآن ببروكسل، يعني في أوروبا، نعم في بلجيكا. شكرا. إذن أستورياس كما قلت لكم هي المنطقة التي ستترعرع فيها لاحقا حركة الاسترداد. هكذا ولنحو 8 قرون احتل العرب والبربر هذا الجزء من أوروبا، أو فتحوه، سموه الأندلس، أنشأوا فيه دولتهم ونشروا دينهم الإسلام وثقافتهم الجديدة وهي الثقافة العربية الإسلامية.
إنما ما يثير الاهتمام هو أن من 6 ملايين في ذلك الوقت من عدد السكان الأندلس في ذلك الحين 50,000 فقط كانوا من العرب، والأغلبية الساحقة من البربر المغاربة، مع يعني عدد لا يستهان به من السكان الأصليين الإسبان القوط. ولقد اعتنق الإسلام جزء كبير من هؤلاء المولدين والمولدون، من هم المولدون؟ أي العرب الجدد المتبنون، يعني هم السكان الأصليون، سكان إسبانيا الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام والذين اتخذوا الثقافة العربية يعني مسيرة في حياتهم وأسلوبا في حياتهم. وجزء آخر لقب بالمستعربين، يعني الذين اعتنقوا فقط الثقافة العربية واللغة العربية لكنهم حافظوا على دينهم. فإذا هم من سكان إسبانيا الأصليين الذين لم يعتنقوا الإسلام بل احتفظوا على دينهم المسيحي، ولكنهم ثقافتهم كانت ثقافة محضة عربية ومسلمة. هذا الخليط يعني يذكرني بلبنان وبالطائفات اللبنانية، فكل اللبنانيين يا مسيحيين يا يعني كل الطوائف، المجتمع اللبناني هي أولا وقبل الشيء وقبل كل شيء لبنانية، يعني يأكلون نفس الأكل، يغنون نفس الغناء، يلبسون، وإنما لكل واحد دين. إلا أن هذه المجموعة وكذلك اليهود، ولا ننسى هذه الفئة يعني التي لعبت دورا مهما في الأندلس، عهد التسامح، يعني الأندلس الإسلامي كان يسمى بأندلس الديانات الثلاثة، يعني طبعا كان المسلمون يعني يجبرون اليهود والمسيحيين بأداء ضريبة، وتسمح لهم بأداء فرائضهم وشرائعهم الدينية، ولكن كانوا يعيشون في تسامح وفي احترام كامل. فاليهود كذلك كانوا مستعربين، يعني احتفظوا بدينهم باليهودية ولكنهم اعتنقوا واتخذوا الثقافة العربية، ومن أبرزهم يعني الطبيب المشهور والعالم المشهور ابن ميمون المعروف ببيمونيدس، الذي شغل منصب الوزارة وكان يعني يضرب به المثل في الأندلس في ذلك الحين. وكان يعني هذه الأقليات كانت تلعب دورا مهما في السياسة وفي الآداب وفي الشعر. فمثلا هناك شاعر يهودي ابن سهل الإسرائيلي الذي ترك لنا موشحات عديدة، والتي رد عليه الشاعر الأندلسي المرموق ابن الخطيب في موشح المعروف لديكم والذي نغنيه في نادي الغناء، وأنا أحيي نادي الغناء الذي أنتمي إليه. جادك الغيث إلى الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء أو خيسة المختلسين. إذن عاشت الأندلس حضارة رقية منبهرة، شملت معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبيرية لأكثر من 4 قرون، وسرعان ما أصبحت بعدها مهددة من قبل الاسترداد. وكما قلت لكم الخطر جاء من شمال أستوريس، فهذه الخريطة يعني تدلنا على مراحل الاسترداد كما ترون هنا، الذي بدأ باكر يعني من 750 وشمل جميع أطراف شمال شبه الجزيرة الإيبيرية رويدا رويدا. ولكن يعني الاسترجاع
طليطلة طليدو في 1150 كانت الضربة القاضية في تاريخ الاسترداد الإسباني. لماذا؟ لأن طليطلة كانت يعني مركزا للثقافة وللبحوث كانت يعني مهمة جدا بالنسبة للأندلس، وكانت مدينة التسامح ومدينة الديانات الثلاثة، كانت فيها يعني مكتبات عديدة وبحوث، وخاصة ترجمات الكتب الإغريقية إلى اللغة العبرية وإلى اللغة العربية. فلما أخذت طليطلة كانت هذه الضربة القاسية، والتي قال عنها الشاعر الأندلسي عبد الله بن فراج المصحبي الذي كتب قصيدة في عندما سقطت طليطلة في أيدي المسيحيين، كتب هذه الأبيات التي سأقرأها عليكم. وقد شبه شبه الجزيرة الإيبيرية وكأنها خرقة من الثوب، وأنتم تعرفون أن الثوب عندما يرشى ويتلاشى يعني تذهب خيوطه من الجوانب من هنا، إلا أنه شبه هذه الخريطة، وهذا الثوب الذي هو رقعة هذا الثوب هي خريطة الأندلس. الثقب جاءها من الوسط، وهذا يعني عندما يثقب الثوب من الوسط فيكون يعني لا يكون له حل، حيث قال: يا أهل أندلس شدوا مطيكم، فما المقام بها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه، وأرى ثوب الجزيرة يعني الجزيرة منسلا من الوسط. من جاور الشر لا يأمن عواقبه، وهنا يريد من الشر يعني من المسيحيين الذين يجاورونه، لا يأمن عواقبه. كيف الحياة مع الحياة في صفط الحياة، يعني تعرفون هذا الحيوان الذي لا نحبه في والصفط هو الغاء. لقد انتهت حركة الاسترداد بالاسترداد على مدنك ترويل إلى آخره، إلا أنه في وقت التسامح ذلك، وهذه النقطة مهمة جدا أريدكم أن تركزوا يا طلاب يعني فيها، يعني عندما الملوك الطوائف بدأوا يستردون هذه المناطق الشمالية، كانت طبعا هناك سكان عرب ومسلمين فيها، إذا فهم هؤلاء المسلمين بدأوا يعيشون تحت سيطرة مسيحية، فبدورهم المسيحيون يعني أجبروا هؤلاء المسلمين بالعيش مقابل الجزية، والجزية هي ضريبة، يعني يؤدون مالا حتى يبقون بالعيش في هذه الأراضي المسيحية، ويؤدون يعني يعيشون في دينهم وفي ثقافتهم إلى غير ذلك. وكانوا يلقبون بالمدجنين، المدجنون من العربية المدجن، يعني هو الأليف، هو الذي يتلائم مع بيئتنا. وسنرى أن هؤلاء المدجنون يعني أنتم تلاحظون هنا من سنة 800 إلى 1492، يعني عدة قرون راحوا في هذه القرون ينسون يعني اللغة العربية وإلى آخره، فكانوا يتقنون أكثر العربية من الرومانية من العربية. إذا بعد هذه الفترة من الاسترداد لم يبقى للمسيحيين سوى غرناطة، مملكة غرناطة التي استرجعوها في 1492 بعد حرب دامت أكثر من 10 سنوات. استطاع الملكان فرناندو وإيزابيل استسلام مفاتيح المدينة الحمراء، مجبرين آخر الملوك المصريين الدم الأحمر، لذلك غرناطة الحمراء،
كما يرينا تدينا هذه اللوحة الرائعة للرسام رسام البلاط الملوك الكاثوليك وهو فرانسيسكو باديا. وهنا نرى الملك عبد الله أبا عبد الله الطفل، يعني كان يسمى الملك الطفل الريتشويلو من إسبانيا. لماذا؟ لأنه يعني تحت عهده وتحت سيادته سقطت منه الغرناطة، وكذلك لأنه كان يعيش تحت رحمة أمه التي كانت تسيطر عليه كثيرا. في بعض الأحيان الأمهات يعني لا يؤدين خدمة لهذا الأطفال مع حبنا الكبير للأمهات، ولكن ونعم ولقد كانت زبيدة اسمها أو زبيدة معذرة أمه كانت تحكم عليه. وهنا تم استسلام غرناطة بعد 10 سنوات من الحرب الدامية، إلا أن بعد ذلك يعني لم تستسلم غرناطة، فأخذ الملوك الملكان الكاثوليكيان أحاطوا المدينة لمدة شهرين، وبعد شهرين يعني بدأت مفاوضات بينهم وبين الملك أبو عبد الله في مدينة صغيرة تبعد جنوب غرناطة اسمها سانتا في، وقد يعني استطاعوا الحصول على مفاوضات أمضوها الجانبان. وتقول هذه المفاوضات أن المسلمين آخر مسلمي غرناطة يمكن أن يكون لهم الحق في البقاء في غرناطة، العيش في أراضيهم وممارسة دينهم وثقافتهم إلى آخره، لأن الملوك الكاثوليك ما كانوا يريدونه قالوا لهم، يعني قالوا للملك عبد الله نحن نريد فقط يعني تكميل الوحدة الترابية، لأن كما تعرفون فالملكة إيزابيل كانت ملكة قشتالة وليون، وبزواجها بفرناندو يعني هو كان ملك أراغون، يعني تجمعت يعني بعد الشمل الجزيرة شبه الجزيرة الإسبانية، ولم يبق لهم إلا الجنوب. فيعني أمضوا هذه الوثيقة، إلا أن في بداية هذه الوثيقة كما قلت لكم كانوا يعني يحترمون هذه الوثيقة، وكانوا آخر مسلمين غرناطة الذين أصبحوا مدجنين مثل المدجنين الأولون يمارسون الإسلام والثقافة واللغة إلى آخره. إلا أنه بعد 9 أعوام فقط جاءتهم يعني أخذ الملوك الكاثوليك نقض عهد وخان الوثيقة، وحيث أدخلوا محاكم التفتيش، تعرفون الانكويزيشن يعني محاكم التفتيش. فما كان المدجنون يتصورون في أنهم سيعيشون نفس الكابوس الذي عاشوا من قبلهم اليهود، وما كانوا يعتقدون أن بالفعل ما كان يريده الملكان الكاثوليكيان ليست فقط وحدة ترابية ولكن وحدة ثلاثية تتمثل في الوحدة الترابية باسترجاع غرناطة طبعا، والوحدة الدينية بطرد اليهود وبتنصير الموريسكيين، والوحدة اللغوية يعني بمنع المدجنين باستعمال اللغة العربية. هكذا نفذ الملكان الكاثوليكيان ومن بعدهما ورثتهما طموحاتهم، بادلين كل جهد ممكن حيث أدخلوا محاكم التفتيش. وعندما ثار الموريسكيون ماذا فعلوا؟ يعني زادوا من التفتيش ومن الحدة، وألزموهم باعتناق المسيحية، وكان ذلك في سنة 1501 حيث أعلنوا الاعتناق القصري. هذه صورتان للملكة إيزابيل ولفرناندو، ويقال عنها أنها كانت صارمة وكانت هي التي تحكم الملك فرناندو، إلا أن فرناندو احتفظ مع زواجه بإيزابيل ببعض الحقوق
لمنطقة أراغون، وسنراها بعد ذلك. وكان يسمى يعني بوسفويروس دي أراغون، يعني كانت له، كان يحتفظ ببعض الحريات والقانون في إدارة منطقته أراغون وفي إدارة سكانها، وسوف أشرح لكم فيما بعد لماذا. إذن هنا بدأ التنصير والتعميل القصري كما نرى في هاتين الصورتين، والذي بدأ في 1501 بمدجن غرناطة. ومن هنا، من هذه السنة، يمكن أن نستعمل كلمة موريسكو. يعني قبل 1501 لم تكن كلمة موريسكو تستعمل، وإنما كانت كلمة مدجن. ولقد بعد ذلك انتشر يعني هذا التنصير، يعني اعتناق المسيحية قصرا على جميع أنحاء الجزيرة الإيبيرية. لم ينج منها، يعني تعطل إلا مدجن أراغون الذي نعرف الاعتناق القصري في 1526، وذلك لأن فرناندو وحقوق هذه المنطقة كانت تحل. لقد اعتنقوا المسيحية طبعا كلهم بكثرة، إلا أنهم ظلوا مخلصين لدينهم وأضحوا يمارسون بشكل سري يعني الدين الإسلامي، مما عرضهم إلى أخطار عظيمة من طرف محاكم التفتيش. وهنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى كيف يعني عانى هؤلاء وتحملوا سلسلة من الانتهاكات التي وصلت إلى خصوصيتهم. فأعطيكم أمثلة، مثلا كانوا يجبرونهم، محاكم التفتيش تجبر الموريسكيين على العيش في بيوتهم والأبواب مفتوحة. تصوروا، لم يكن كانوا يفرض عليهم أن تبقى بيوتهم مفتوحة. لماذا؟ حتى يتمكن رجال محكمة التفتيش من الدخول في وقت ما طاب لهم، حتى يرون هل هم يمارسون، هل يصلون إلى آخره. كذلك محاكم التفتيش كانت تلح على الجيران، جيرانهم المسيحيين القدامى، بمراعاتهم، برقابتهم، وبالتبليغ بهم إذا لاحظوا شيئا هناك ممارسة. على سبيل المثال، ونحن في رمضان، غدا اليوم الأخير لرمضان، وعيد مبارك لجميع المسلمين، فكانوا مثلا في شهر رمضان الجيران المسيحيين يستضيفون للغداء الموريسكيين. لماذا؟ حتى يتمكنوا، إذا رفضوا فيقولون أنت ترفض لأنك صائم، إذا أنت مسلم. وكذلك كانوا مثلا يجبروهم على أكل لحم الخنزير إلى آخره. ولكن يعني كل هذه الانتهاكات لم تزد الموريسكيين إلا تشبتا في عقيدتهم وفي دينهم، وكانوا يعني يعيشون بوسائل ويتجمعون، مع أنهم كانوا متشتتين في جميع أنحاء الجزيرة الإيبيرية. فكما قلت لكم، يعني ببداية الاسترداد كان المدجنون الشمال، وإلى أن أصبحوا موريسكيين، وخاصة المدجنين الأوائل كانوا يعني دائما على اتصال بإخوانهم في الدين في إفريقيا الشمالية، خاصة في المغرب وفي الجزائر، حيث كانوا يستشيرون ويسألون الفقهاء هناك يسألونهم حول كيفية عيشهم في هذه البيئة المسيحية، كيف يتعاملون. ومن بعض هؤلاء الفقهاء كانوا يعطوهم فتاوي ونصائح. ومن هذه الفتاوي التي أعطوها للموريسكيين
وهي ما تسمى بالتقية. والتقية هي يعني تسمح للموريسكيين وللمسلم الذي يعيش في بيئة مسيحية أن يتظاهر بالمسيحية وأن يبقى في قلبه مسلما. فكانوا مثلا عندما يذهبون إلى الصلاة في الكنيسة فكانوا يقولون الصلوات بالمسيحية، ولكن عندما يقولون مثلا سيدنا عيسى هو الإله يقولونها بفمهم، ولكن في قلبهم يقولون سيدنا عيسى رسول الله. لنعود الآن إلى هذه اللغة الاستثنائية الرائعة التي اخترعها الموريسكيون كسلاح ضد النسيان اللغة العربية وضد ثقافتهم، والتي استخدموها في النسخ ولحفظ كما قلت لكم ما تبقى من ثقافتهم. فالعجمية، إن تحليل هذه الأقلية قلية الموريسكيين يتطلب علينا اعتبارهم بأنهم كانوا إسبانيين، كانوا يتكلمون الرومانسية ولكن كانوا يعرفون بعض الكلمات العربية. هذا بالنسبة للموريسكيين الشمال. فإلا يعني موريسكيو الغرناطة وشرق الجزيرة فالنسيا هم الذين كانوا يتكلمون واحتفظوا بالكلام العربية إلى قرنهم، ولذلك لأن استرجاع غرناطة كان متأخرا. فإذا كانوا يتعاملون باللغة الرومانسية ويتكلمون يعني اللهجات المنطقية، مثلا اللهجة الكاتالونية إذا كانوا يسكنون في كاتالونيا، أو لهجة ليون إلى آخره. فكانوا يتكلمون هذه اللغات ولكن يتكلمون العربية العامية يعني المغربية بشكل متوسط، ولا يعرفون عن العربية إلا بعض الكلمات التي والمعاني أو التي كانوا يستعملونها في طقوسهم الدينية في الصلوات إلى آخره. فهم يعني عاشوا اجتماعات وتجانسهم كأقلية اجتماعية تتقاسم نفس المصير الذي حولهم إلى دين آخر، ولكنهم كانوا دائما يحلمون برجوع الماضي المجيد، ما تخلوا ولو دقيقة واحدة عن تخيلهم بأنهم سيرجعون يوما إلى الأندلس المجيد. وكانوا يستعينون تارة بالجيوش العثمانية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق. كما قلنا سوف نمر الآن لأنه يغلبنا، سنمر إلى الأدب العجمي. كما رأينا سابقا كان الموريسكيون يتبعون إلى أقصى حد ممكن تعليمات عقيدتهم الإسلامية من خلال التقية. ومن جهة نظر كما وصفت لكم ومن وجهة نظر ثقافية وفرت لهم العجمية الفرصة لتأكيد طبعها الفريد وحفظ ما تبقى من ماضيهم اللغوي. فكلمة العجمية هي من كلمة عجم، وتعرفون معناها، يعني كانت تميز بين الرومي والبيزنطي والأب الفارسي، ويقال الأعجم والأعراب. وهذه الكلمة كذلك تعني أولئك الذين يتكلمون لغة غير اللغة العربية. فالعجمية كما قلت لكم هي الرومانسية يعني المستخدمة في والمكتوبة باللغة العربية، وكان اخترعها الموريسكيون وكريطانة يعني مثل لغة بسيطة كما نقول جاردون، استخدموها مثل وصفة يتم تحضيرها من مكونات أساسية لديهم موضوعة تحت تصرفهم، والتي أضافوا إليها ببراعة مواد جديدة خاصة بهم. إنها أساس هذه الوصفة هي اللغة الرومانسية القشتالية، يشوبها بالعديد من اللهجات وخاصة لهجة أراغون، لأن المخطوطات التي وصلتنا كلها من منطقة أراغون، والتي كان تدمج في قالب عربي كما سوف نرى. هذا المخطوط الذي عملت عليه المخطوط الأطروحة،
فهذه المفردات العلمية. سوف أعطيكم مثلا حتى تتعرفوا كيف اخترع مثلا الموريسكيين هذه اللغة. فهي رومانسية وبعد الكلمات العربية مثلا فكالأسماء هنا عندنا كلمة الصلاة وزدنا عليها يعني الجمع بالإسبانية إس فأصبحت الصلايس. الصلايس يعني الصلوات. الرزقس يعني الأرزاق. السجدة فهنا نرى أنهم أخذوا الجذر العربي وأضافوا عليه صيغة الجمع بالإسبانية. وكيف تعاملوا مع الأفعال؟ والأفعال كذلك نفس الشيء حيث أخذوا الجذر مثلا هنا نحن في شهر رمضان السحور وهي السحور كما تعرفين هي تعرفون هي الوجبة التي نتناولها قبل الفجر. فكلمة السحور أضافوا إليها مؤخرة الأفعال بالإسبانية كما تعرفون هناك ثلاث مؤخرات آر إير وإير وهنا وتصبح الكلمة يعني فعلا السحور يعني فعل تصحر يعني أكل وجبة السحور. التسبيح تعرفون ما هو التسبيح ونحن يعني نسبح كثيرا في جميع الديانات. والكفنار وعندما تكون الموتى يعني تكفن. سوف لقد انتشرت هذه الظاهرة وكانت يعني كل المخطوطات الإسبانية العجمية مخطوطات مكتوبة باليد كانت تشمل كما نرى يعني آيات قرآنية إما بالعربية أو مترجمة كذلك أحاديث نبوية مترجمة كما نرى هنا هنا نرى يعني الجملة بالعربية وترجمتها بالعجمية وهي ما نسميها بترجمة بين السطور و هذا من اختراع الأستاذ إيهاب حتى لا نمل لكم من هذا العرض يعني لأن ليس هناك فيديو ولا حاجة لأنه تاريخ أنا أعتذر. وتفسير السنة الهجرية بالعجمية أنا هنا أريد فقط أن أشير إلى أن للأشهر الهجرية يعني أهمية كبرى في تاريخ هؤلاء الموريسكيين. لماذا؟ أنتم تعرفون أن الدين الإسلامي هو يتبع التاريخ فكان عليهم أن يعرفوا معرفة دقيقة تواريخ حتى يعرفون وقت الصيام وقت الأعياد إلى آخره. إذن فكل هذه المخطوطات يعني كانت تكتب سريا وكانت بالسر وكانت تحتفظ بها في أسقف المنازل وفي الجدران. وقد اكتشف مخطوطان في جدار أول مخطوطان اكتشف كان في سنة 1795 في منطقة الريدا حيث تم العثور عليه في جدار بيت قد دمر. ولكن الاكتشاف العجيب كان في 1884 للأسف لم أكن حاضرة كنت أود أن أكون حاضرة وقد حيث اكتشف أكثر من 160 مخطوط في عندما هدم منزل فاكتشفت مكتبة كبيرة يعني ورشة عمل لترجمة المخطوطات تحتوي على 160 أكثر من 160 مخطوط لحد الآن سأريكم شيئا من فالبناؤون يعني البناؤون لما وجدوا هذه المخطوطات تركوها في الشارع ثلاثة أيام تتساقط عليها الأمطار وأيدي الأطفال أملوا منها حريق ومن بينها هذا هو المخطوط الذي كتبت عليه رسالتي والتي درسته من 10 سنين وأنتم كما ترون هو يعني أصيب بالماء وبالحريق إلى آخره. في اليوم الثالث
مروا من هذا الشارع من تلك الديار المدمرة. قسيس والقسيسة الإسبان كانوا يعرفون ويتكلمون ويدرسون اللغة العربية، فوجدوا هذا الكنز وأخذوا من البدائن، يعني أعطوه شيئا من النقود، وهكذا يعني حاولنا أن نحصل على هذه يعني الذخيرة، وهي يعني كنز لا ثمن له بصراحة. ولحد الآن نحن متخصصون في دراسة المخطوطات في العالم، نحن نقل عن 20 اختصاصي. لماذا؟ لأن هذه الدراسة تجب على المتخصص أن يدرك إدراكا لما يعني باللغة الإسبانية وتاريخ اللغة والأدب إلى آخره، وكذلك العربية. وليست مواهب يعني كثيرة في تجلب الطلاب، ولكن في السنة المقبلة إن شاء الله هناك طلاب من جامعة ستانفورد طلبوا مني أن أدرس هذه العجمية، وهم 10 طلاب. أتمنى من الله أن تكون بداية يعني لكي نكمل ولكي يعني نعلم هؤلاء الطلاب كيفية التعامل وكيف دراسة وتحليل هذه المخطوطات. من 160 لم تدرس ولم تنشر سوى 20 مخطوط، تصوروا أكثريتها الكثير كنوز، هناك كنوز يعني يجب علينا دراستها. باختصار وأن الوقت يدركنا، فأريد أن أقول أن كل تلك المخطوطات كانت مجهولة الكاتب، يعني لا نعرف من كتبها، ومجهولة التاريخ إلا في مخطوطين أو ثلاثة، وأنا محظوظة لأن مخطوطي يحمل التاريخ وهو من 1587. والآن سوف أتنقل بسرعة كيف كانت تتنقل الثقافة بين الموريسكيين. فكانوا يعني بسرعة كانوا الموريسكيين يدرسون الحروف الهجائية، فالحروف الهجائية مهمة جدا. وكانوا أنا أبحث عن وتعليم الأبجدية وتفسير مخارج الحروف، كان هذا مهما بالنسبة لهم. فهنا مثلا نعرف حرف الشين، سوف أنا أعتذر لأنني سوف أتكلم بالعجمية، هنا يقول إيالشين يعني إيالشين، شوشاليدا يعني مخرجه، ديوش إيش ديلوش كابوش ديلالينغوا يعني مخارج اللسان، دي إن ميديو دي البالادار، البالادار يعني داخل الفم، البالادار فالدو يعني هنا تحقيق بالذات كيف ينطق الشين. على فكرة إن المخطوطات التي درست أعطتنا وفكت يعني غموض بعد يعني بعد الحروف بالإسبانية، يعني مثلاً كيف كانت تنطق الث بالإسبانية؟ في الأول كانت تنطق س، وكيف رجعت إلى الث إلى آخره. وهذا شيء هذا اخترعه يعني واعترف به الإسبان اللغويين واللسان وعلماء اللسانيات، وكأن هذه المخطوطات مثل المسجل. نحن الآن عندنا المسجل الإلكتروني، فهي كانت تعطينا فكرة على كيف كانت تنطق الحروف الرومانسية، وكيف تم تحويلها، تاريخ اللسانيات وتاريخ يعني تطور هذه الحروف وهذه اللغة الجميلة جدا. كانت كذلك يستعينون كما قلت لكم بالنحو وبالترجمات الداخلة، وكتب النحو التي ترجمت إلى العجمية وكتابة الجرومية والتي نستعملهم في المغرب كثيرا، والمعاجم كذلك، المعجم المختصر الزبيدي وهو كذلك مستعمل في المغرب، حيث عثرنا على مخطوطات لترجمات هذه المعاجم والترجمات بين السطور.
كما قلت لكم، لأنها فترنا بين السطور هي خطة تربوية وعملية كانت تساعد على فهم القرآن وعلى الأحاديث. لا ننسى، وهذا يعني لم أتطرق إليه لأنني مررت مر الكرام على في هذا العرض على عديد من الأشياء، كان الموريسكيو يعني همهم شغلهم الشاغل هو الاحتفاظ بالدين، ولكن كانوا يبدعون، كانوا يعني يبدعون نصوصا وقصصا خيالية وعجيبة. وبينما كانوا حتى في هذه القصص، قصص ألف ليلة وليلة مثلا وقصص الأنبياء، كانوا يضيفون عليها بكثرة يعني القالب الديني، كانوا دائما يرون فيها أشخاصا مسلمين إلى آخره، وهذا يعني يفسر نفسيتهم وروحهم الطاهرة. إذا سأمر إلى الخاتمة. إذا إن طريق البحوث على الألخامية وأدبها طويل وصعب، ولم تكشف لنا حتى الآن كما قلت لكم عن كل أسرارها. وأريد أن أختم بكلمات سافيدرا، وسافيدرا هو يعني عالم في القرن التاسع عشر خصص خطابه للدخول إلى الأكاديمية الإسبانية، تعرفون أنا للدخول إلى الأكاديمية الباحث يعني يلقي خطابا ويكون يشمل بحثا، وهو كان يبحث في العجمية فقال هذا. أنا متأسفة لازم أن أقرأ هذا يا أستاذ إيهاب. إنها آداب ميتة ولكن يجب علينا إحياؤها، يعني إن الآداب العجمي يجب علينا أن هذا كان في القرن التاسع عشر. إن المهمة طويلة وقليلة المتعة، يعني هي صعبة، دراستها صعبة قليلة لم تمتع بها، وهذا أنا لست متفقة معه، أنا أشعر بمتعة كثيرة عندما أدرس هذه المخطوطات، حتى نخرجها من رمادها، من الرماد، تعرفون يا طلاب الرماد، لأنها كانت مستورة. ولا يجب أن تكون مجرد تغذية لفضول العلماء، يجب يعني هذه الدراسات أن لا تكون فقط للفضول curiosity، ولكن يجب أن تكون أو أن تكون هواية خفيفة، يعني كهواية كرة القدم إلى آخره. صورة ذلك الأدب يجعلها تبدو وكأنها رسمت للمسلمين الإسبانيين بدقة في عاداتهم ومعتقداتهم وأفكارهم وآلامهم. فبدلا من أناس يعني يتحدث عن الموريسكيين لم يكونوا يعني أناسا بدوا من البادية عاديين متعبين بطريقة متبعين بطريقة عمياء عاداتهم ودينهم، وإنما هم أناس ظهرت لنا آدابهم بعد أولي الألباب، أولي الألباب يعني الناس في مراتب عليا ذو أخلاق عالية، لم يكونوا متعددي الزوجات، يعني لم يكونوا يتزوجون بأربع زوجات، يعني كانوا مثقفين، ولا كانوا يستخدمون تماثيل تصويرية من الطبيعي الحية. أناس من هذا القبيل الذي نسوا لغة أجدادهم وكيفية كتابتها كانوا يستعملون يستمتعون بكتب الفروسية في ذلك الوقت، كانت لوس ليبروس دي كاباليريس مشهورة جدا، يعني هي قصص خيالية إلى آخره، كما أنهم أنعشوا وأتقنوا كتابة الشعر، كانوا الشعر والمسرح الشعر المعاصر، كانوا يعرفون كوميديا الفينيكس والجن ويناقشون جنبا إلى جنب مع المسيحيين المتعلمين القضايا اللاهوتية التي تهم اللاهوت. لم يكونوا بعيدين عن الاندماج مع البيئة الإسبانية الاجتماعية المحيطة بهم، وإذا كانت المشاعر الشعبية العمياء يعني هو يريد أن يقول إذا لم يكن الشعب الإسباني في ذلك الوقت يعني ظلمهم لم تفسد هذا العضو الهام من أمتنا، وأنا أحبه كثيرا لأنه أدمج الموريسكيين كأنهم من أمة الإسبانية والمدشنون من قبلهم، ولكانوا انضموا إلى كتلة الإسبانية الأخرى. وبكلمة سافيدرا الصادقة أريد أن أهل الموضوع حديث الأربعاء، متمنية من الله عز وجل أن يكون قد نال إعجابكم وأن يمتر مواهب باحثين وشباب مثلكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة زريا على هذا التقديم المتفرد الذي سهلت فيه هذا الموضوع الصعب والجديد على كثير منا، وانا واحد من هذا الجديد. ولدينا الان 10 دقائق فقط للاسئله، حيث انه لا اسئله غدا كما اعتدنا على من غيرها من المحاضرين الخارجيين، هي موجودة بيننا في الفصول، فلا أسئلة غدا. فلدينا 10 دقائق، من أراد أن يسألها عن أي شيء شيء من النفاق الديني، يعني هايبوكريسي. أنا لا أظن ذلك.
وأنا أحترم كل هذا. فكانت التقية نعم كانت وسيلة لهم لاحتفاظهم بدينهم داخلهم، وكانوا يعني يتعايشون كما يستطيعون في هذه الحالة، وكانوا يراقبون، يعني كانت مأساتهم ويلهم. فمقارنة بالداعش كما نعرف وكما تعرفون كذلك، هل الداعش مسلمون؟ ليسوا مسلمون. أنا عندي نقطة لو سمحتم سألقيها عليكم. كان هناك يعني أسرة لبنانية خارجة بسيارتها، كانت لست أدري أين تذهب، إلى الأردن أم إلى أي بلد، وسرعان يعني ما أوقفهم رجال من الداعش يعني سكاكينهم إلى آخر. قال لهم هل أنت، وكان الرجل مع زوجتي، هل أنت مسلم؟ قال له يعني كان آخر، نعم أنا مسلم. إذا اقرأ لي الفاتحة. فبدأ يقرأ نوتر بير يعني الأباني. فقال له شكرا يا الله أنت مسلم. يعني هذا يدلنا على أن في كل العلم أن الداعش ليست له صلة بالإسلام، أنا آسفة، وليسوا مسلمين. هل الإسلام يقول اقتلوا واذبحوا؟ هل الإسلام يكتب على الفيسبوك كيف تريدون أن نقتل هذا الطيار الأردني المسكين وانتخبوا؟ هل هذا الإسلام؟ هل الإسلام يجب على الداعش أن يقرأوا الأندلس وأن يقرأوا وأن يأخذوا عبرة من هذه المخطوطات وعبرة من هذه المسكين، والأندلس الذي كان يسمى أندلس الديانات الثلاثة كانوا يعيشون في طبعا هناك يعني بعض الناس يقولون ولكن كانوا يدفعون ضريبة. أنا أفضل أن أدفع ضريبة وأن أعيش في هذه الضريبة تصلح لصلاح الطرقات والبنية التحتية إلى آخره، ولكن كان تسامح وكان احترام في الديانات وكان احتفال بين الديانات وكان حتى زواج، كان حتى زواج بين الديانات. فنحن وللأسف اليوم، وهذا شيء يثيرني بشدة، نحن نرجع إلى الوراء ولا نرى إلا المظاهر ولا نأخذ من الإسلام. هذا ليس إسلاما وليس مسلما. ربما شكرا. غدا هو اليوم الأخير من شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. كان العشاء خلال شهر رمضان من الساعة